بيروت مدينة واجهت كل التحديات وإدراك كان الدعم الدائم. ب 2022 قدمت إدراك أكثر من 3160 جلسة استشارات نفسية مجانية وردت على 2168 مكالمة على الخط الساخن وصنعت الفرق. اليوم أكثر من أي وقت مرق محتاجين لدعمكم. الجروح العاطفية عميقة واحتياجات الخدمات الصحية النفسية ضرورية. انضموا لنا لماراثون بيروت، رد التبرع ب 5 كيلومتر 12 تشرين الثاني. روحوا على موقع بيروت ماراثون .org واختاروا IDRAAC وركضوا معنا. انتوا فيكم تحققوا الفرق. الموعد النهائي للتسجيل 25 تشرين الاول 2023. واذا ما نكون قادرين تشاركوا، تسجلوا للركض معنا افتراضيا. سوا فينا نعمل الصحة النفسية أولوية للجميع. اركضوا معنا وادعموا جمعية إدراك.